حاب نرجع بك شوية ل 2009. شفهم 2009 غنيت الأمينة في التليفون يوميا شمس الأصيلة. شنو هي الحكاية دي؟ أمينة ساعة فلينة نحبها برشا 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 ونبوسها ياسر وفلينة تربطني بها علاقة ياسر محليها. ونشكر زيدا ونقدم تحية علي الورتيني للشاعر علي الورتيني ونبارك له بالغنية الجديدة اللي تعملت كانت عمل ياسر ياسر مزيان بينه هو وسيلوت في بوشنيق وكلمته هو وألحان سي محمد الأسود وسيلوت في بوشنيق هو اللي غنيها يعني أغنية سيتان شي دوفغ. نحييهم ياسر على العمل. رجع لي لحكاية التليفون. اي فوالا علاش انا ذكرت سي علي الورتيني خاطر علي الورتيني هو كان لو ليان بيني وبين امينه بعد ما تعرفت عليه في مهرجان صالحه فوالا اللي هو كان من اللجنه زاده مع زياد غرسه ومع برشا فنانين اخرين. بحكم اني انتقلت لتونس لكن مش في السكنه انتقلت في لي زكتيفيتي فوالا في لي زكتيفيتي ميوزيكال كنت على علاقه بسعلي الورتيني وهو كلمني مره قال لي ايه باش نعدي لك شكون يحب يسمع صوتك بي غنيت شنو تحب تغني لي وانا وقتها نحبها شمس الاصيل وقتها كي غير حافظتها وبديت نغني ندندن فيها مع روح دونك غنيت شمس الاصيل وبعد هي تفاعلت معها بيان سور بهبلت امينه بالطبيعه وقت اللي عرفتني انا شكون قلت لها لي ما عرفتكش قالت لي انا امينه فعلا صدمة كبيرة صحيت صدمة كبيرة تري تري بيان بالحق هذيك هي الاكسبرسيون ترهجت شوي ومن وقتها بديت امينه هي وحدها ولا تكلم في راني نحب نسمع شنو نغني لك حب نبدل انا حاجه اخرى فهمت قلقت هي اللي نحب هذيك ومن بعد طلعت معها على كارتاج.